بحال ما تقدر ترفع الصوت ديالك مزيان. كاين كرسي هنا او واحد حدايا حدايا شي كرسي. صبري صافي واخا زيد زيد لعندي هنايا زيد 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 غير زيد 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 ما عليكش صافي راه كضرب الكرسي حطي يدك تما حطي يدك تلقاها زيد زيد شمال ولا اليمين لي شمال شمال اليمين اليمين اعتذر اليمين اليمين لا لا بزاف زيد منا شويه هذاك هو قبض العبار ديالو صافي هاك خويا اسمع محمد انا غادي نقول لك سميتو يعني نعطيك واحد النبذة تقريبا على الحياة ديالي ونتمنى ان شاء الله نسيبو عندك سعة الصدر الله يجزيك بخير مرحبا بالرسول الله خويا المهم انا سميتو يعني حاصل على الاجازة في القانون الزوجة ديالي حاصل على اجازة هي المجتمع تزوجنا 2013 ولدنا الوليد ديالنا دايره في 2015 بداك بالولد ان شاء الله الولد ديالي ولد طبيعي وكاين واحد الوقت يعني بديت يدير شي تصرفات حنا ما حيت كنا غير بجوج بينا في الرباط لان انا ولد فاس والزوجه ديالو بنت مراكش ولكن ملي بغينا منين ولدات هبطناها لفاس دوزنا تما سبوع دوزنا واحد الشهر ونص وطلعنا بحالنا للرباط بدات يدير واحد التصرفات من بعد يعني في بعد ديك 6 شهور واقيلا ولا عام بدا كيديرنا كيضرب لنا راسو مع الارض حنا تفاجئنا بهذه التصرفات هذه يعني عيطنا للوالدين وشي قال لك ودي غير صبر راه عادي يكون غير ربما تيخرج السنان صبرنا شويه ولكن داكشي غادي يطول صافي من بعد دار عامين يعني الدري ما بقاش كيتبع الحركات ديالنا هكا نعيطوا له ما يردش علينا انتبهت له غير واحد السيده في الفارماسيين قالت لك ودي خصكم تديوها للطبيب تشوفوا منين دينا للطبيب درنا له السكانير على راسو الحمد لله تصاب ما فيه حتى حاجه درنا له الميزان على ودنه ما صافي ما تصابت فيه حتى شي حاجه مي تلقى عنده عريق واحد حيت وارضه الرضاعه ديالو طبيعيه ديال عامين هذيك الرضاعه ديالو كان هو اصلا ما تيرضعش مزيان حنا ما كناش عارفين بان راه عنده واحد العريق في اللسان ديالو كنا ديناه للسويسي في الاول يعني غير واحد ستاجير غير كنضحك علينا كان من بعد هاد وليت عاوتاني قلبت تجمعت الفلوس وديته عند واحد بريفي حلوا ديك العريق اللي في اللسان ديالو اللي كان رابطه ولكن كان ديك الساعه فات فيه الفوت يعني بالنسبه لهاديك صافي سالات تقريبا الرضاعة بقاتو غير شي شهر ولا شهرين باش ومن بعد صافي الدري ما نكذبش عليك كان واحد شويه ديال المسؤوليه التقساريه مع عند باه ولكن بالنسبه للام ديالو زعما كانت هي مقابله ديما ما انا يعني ما كنت كنتوقع مثلا الولد غادي ينطق بوحدو فهمتي ما غاديش نعاونو كأبان هذا هو الخلط اللي درت صافي دخلناه للروض عادي بحال الوليدات الصغار ولكن الولد ما بقاش يركز لنا فيه الافراط في الحركه غير دابا بحال هذا الشيء ديال منين جلسنا هنا عرفتي راه شقت الانفس باش جلس لنا الوليد عاوتاني عنده سميتو قلنا الافراط في الحركه وعنده يعني البطء في النطق البطء في النطق يعني يقدر بعد شي مرات كيفاجئ انا كيكون كيهضر شي شويه عاوتاني حتى كيغيب له ديك النطق صافي ديت اخويا عند الرقات كاين منهم اللي ما عرفش يشخص الحاله كاين منهم اللي اعتذر ليا قال له ودي انا ما تنفهمش في هاد الامور كاين منهم اللي قال ليا بان الوليد ديالك سميتو يعني هز هاد الشيء مع عند امو عند ام الصبيان هادشي كنت قلتو السي رمضان في الحصه الاولى كانت في جهلينا طبعا لما كنا في العصر الجاهلي قبل ما نتعلموا على يديكم تعرفنا ديك الشيء ديال الزهاري وهذا الشيء يعني كان واحد كيقول لها انت زهاريه وبان الوليد ديالك حتى ضرر ملي كان كينعس شحال هادي ما عرفتش دابا واش باقي كيدير كان كينعس وعينيه محلولين مازالين هي كيما قالت لك وسميتو بالنسبه ل من بعد ما كنا ديتها عند واحد المعالج كان سميتو خرج منها كان عندها مس خرج منها جين وبالنسبه لهذا كل ما عند الديره بالنسبه لاسماء اللي هي ماما كانت هاد السيده سبحان الله العظيم ملي تزوجت بها خويا ما عمرها غلطت ديما عندها نفس الكيلويات 45 ما بين 45 49 عندها تساقط الشعر عندها فقر الدم ديك الحاد ولا فات لحد اللي كاع ما عرفتش سميتو كنا في الاول بخير انا وياها شويه يعني كنا في اليامات ديال العواشر كنا كنوض لنا الصداع انا وياها تقريبا يعني فهاد
وكان وعندها حسد يعني قوي من مرات خير، رغم على انها هي مسكينه ما تتشوفش مزيان. تقريبا نقول غير عندها واحد 1% مرات خير، واخا كتشوف بصحتها وديك الشيء، لقيت عندها يعني كاين واحد الحسد من خلال الكلام اللي كانت كتقول لي مثلا مرات خاي. وهكا يعني كنا احنا ما عندناش مشكل في هذه الامور هذيك، ربما السيده غير ما قارياش حيت انت قاريه ديك الشيء علاش، ولكن كانت كتدخل في شي امور اللي ما كانش خصها تدخل بينا فيهم معانا. كنتعصب بزاف انا وياه ما تنتحاملوش. غير دابا هنا عندك شحال من مره كنا غادي ندابزو كنقولوا الله ينعل الشيطان، ملي كنوضو ندابزو ما نكذبش عليك كندير لها واحد الظرف، واحد الظرف الضرب عنيف ماشي ديال الزوج ديال الزوجه ديالو، يعني تنقدر نعضها، نقدر نضربها بيدي بجوج برجلي، كنهزها نضربها مع الارض، يعني كيما كتقول كيولوا فيها شي 10 ولا 20 اعصاب. عاوتاني ملي غير ان فوت يتسالى داك الشيء كنجي عندها تنقول لها ودي سمحي لي يا هادي راه عصبتيني هادي الى غير ذلك. هذا من ناحيه الزوجه ديالي. اما انا عندي اخويا، انا كنت يعني الحمد لله من صغري كنت مبشور، والناس اللي يؤمن هذا اللي كيشوفني تيشوفني مبشور، ومن بعد عاوتاني تيتقلبوا عليا في البلاصه تيدوزوا سيمانه يعني ما كيبقاوش بحال اللي كتوقع ديك الكراهيه ولا ما نعرف. لا عندي الحسد، لان هذا اكتشفته من خلال اي مجال الحمد لله مشيت فيه الا وكان كون فيه معطاء. مشيت للمجال الرياضي الحمد لله بنت فيه يعني العاب القوى في كره القدم المكفوفين، كره الهدف خاصه بالمكفوفين، ولكن تلقى يعني كان كيكون عندي ديما ديك الناس تيدخلوني في واحد الصراع كنكون انا بعيد عليه. مثلا انا كان ملي كنمشي لحاجه الحمد لله دائما تناخذ فيها ميداليات، تناخذ فيها، كان كيبقى فيا الحال تنشوف مثلا من الجهه ديال فاس للجهه ديال وجده ولا من الخميسات لوجده ما كاينش ديك الاهتمام، كاين غير الاهتمام بالناس ديال الدار البيضاء الرباط، فهمت؟ وانا كيبقى فيا الحال. فملي كنمشيو مثلا كان المدرب مثلا فرنسا كان جاو المغرب، كنت اول الدراري اللي كنت تختاريت باش نلعب في ليكيب ناسيونال، فاذا بيا المسؤولين كذبوا عليه قالوا له الدراري مريض، واخا كنت تختاريت من الدراري اللي في ليكيب ناسيونال في لعب القوى. كنت عاوتاني كذلك حصلت على جوج الميداليات، ما عطاونيش الفلوس ديالي، عطاوني غير ديك الميداليات. مشيت للتمثيل، كان هما جاو عندي ربي في 2006 كانوا اختارني ديك الساعه محمد مفتاح خصو شي واحد مكفوف اللي يكون كيضرب التربوكه وكذا، فكان داني غير ان فوا جيت تشفر ليا التليفون وصافي. من بعد عاوتاني داك الشيء ما كملتش معاهم، يعني واخا كانوا جاو عندي جوج مرات اخرين صافي قلت لهم ما بقيتش باغي نمشي. واخا نقول لك الحقيقه كانت فيها الفلوس، يعني راه كانوا يدوروا معايا غير في الاولى راه كانوا عطوني 2000 درهم عند سميتو. بالنسبه للقرايه ديالي يعني واخا تضررت فيها يعني من بعد يعني الحمد لله استطعت انني نوفق في الدراسه ديالي. خويا كان عاوتاني منين مشيت في هذا الشيء ديال المكفوفين يعني الحقوق ديالهم كلها مهضومه في المغرب، كانت عندي لقاءات يعني الحمد لله وزاريه، لقاءات في تلفزيونيه، هذيك الشيء تضررت فيه من بعد. يعني انا ما كنتش عارف بان ديك الناس غيحقدوا هذا، فمشيت دوزت امتحانات لمده 3 سنين ودائما الحمد لله تنجتاز امتحان بامتياز، كنجح في الكتابي في الشفوي. عاوتاني كيقول لك لا انت راه عندك اللائحه ديال الانتظار، تلقى راسي ديما معلق في اللائحه ديال الانتظار. وحتى الاسئله ديال هذا العام هذا، لان انا كنت هضرت معكم يعني قبل ما نجي غير بشويه، كنت كنحكي للاخ اللي كان كيهضر معايا في التليفون قلت له غير سالي الامتحانات نجي تصور معايا تلك الاسئله اللي كانت كتعطى فيها بياج، فهمتيني؟ نسيت تيشوفوا زعما واش غادي تكون تيستيوني في بزاف ديال الحويجات، ولكن الحمد لله مريت منها سالم. حتى الاسئله اللي تعطات للزوجه ديالي كان يعني مشات الضحيه ديالي مسكينه في ديك الامتحان. على المستوى الدين اخويا السي محمد الحمد لله كنكون شاد الدين ديالي مزيان، كيجي واحد الوقت ما بقيتش كنقدر نصلي على النبي، كنت كنصلي عليه 100 مره في كل صلاه الف بعد شي مرات، كنت كنستغفر الله دائما كنبغي نصلي. كنت الوقت من بعد لان انا تنعاني من العطاله، وديك العطاله خلاتني يعني ندير بزاف الحوايج ما بقيتش فاش نعمر وقتي، فقلت نمشي مثلا نحفظ القران. مشيت قلبت على الديور في السله ديال القران ما لقيتهمش، لقيت واحد السيد قال له دير خصك تمشي للزاويه، راه الزاويه هي اللي غيحفظ لك القران. هذا الشيء كان في 2017. ايوا منين مشيت للزاويه لقيت امور اخرى ما عجبنيش ديك الشيء، هنا راه عندكم
سميت واحد الطريقه الكركاريه اللي تسمع بها راه هي اللي دايره البوز عندكم هنا في العروي وفي وجده وصافي. المهم سميت كنت هضرت مع الشيخ ديالهم وديك الشيء، كنت انا يعني اظن انك حامل لكتاب الله، وكنت كنت كنظن على ان غنلقى محاضرات دينيه دروس فهمتي، غنزيد نتقف في الدين. فاذا بيا لقيت اخويا ديك الشيء يعني هما تيهضروا غير على المشاهدات وعلى بحال اللي كنت قلت الاخ محمد اللي الفوق في المركز اللي ديه، كنت سمعت واحد الفيديو هذه واحد 3 ايام مع واحد الماسوني الدري مسكين مصاب بالماسونيه عندك، انا كنت درت له واحد الرقيه وقال لي تفاجئتي انت في الماسونيه الصوفيه وقيله لما خانتني جداك ياه. وهذيك انا كنت متفق مع هذيك الاخ هذيك في ديك الهضره اللي قال، لان فري لقيت دراري بزاف في ديك الزاويه تيتم الاستغلال ديالو اما عن طريق ديور القران اللي كانوا في بني ملال في مراكش في اسفي طيرهم تي ماركي كيديروا تي كيجيبوهم، وكاين دراري كانوا كياخذوهم عن طريق الجمعيات الرياضيه، وكاين دراري اللي كانوا منخرطين في الجمعيات الماسونيه وما عارفينهمش. ومن بعد انا هضرت مع الشيخ قلت له الله يجزيك بخير الشيخ، انا سميتو بغيت نعرف ولدي شنو كنطلب مني ديك الساعات الاسم ديال الوالده وولدات، وبحال اللي حس بيا انني ما عجباتنيش. من بعد دار راسو بحال اللي ميك ما بقاش باغي يهضر معايا في ديك الامور. صافي طلعت جوج المرات لعندكم لهنا، جيت العروي مره كان جابوني لهنا لوجدة غير صدفة، كنت حضرت لشي عيد الميلاد ديالو، مرة جيت في عيد المولد وصافي اخويا من بعد ما بقيتش باغي نمشي معاهم صافي. وساليت زعما من هادشي ديال الصوفية، انا اصلا ما كانتش عندي نية ديال الصوفية، كانت عندي غير نية ديال نطلع نحفظ القرآن وهاد المسائل، وعندي الأعصاب كثيرة بزاف. الخوت حنا اصلا بيناتنا حنا ما كنتحاملوش حنا خوتنا، لان انا راني الوالدة الله يرحمها ولا الوالدة يعني خلونا يعني ديجا كنا كنتجمعوا عند الوالدين، ولكن ما كناش كنتحاملوا كاع اصلا بيناتنا، واخا حنا كنتباغاو بيناتنا غير ان فوتي نبعدوا على بعضياتنا نسولوا ما نتلاقاو ما ندابزو نيشان، ما كاينش زعما فيها. وبقينا هكاك الى يومنا هذا كنتساولوا فيما بيننا، ولكن باش نتلاقاو والله يحفظ كنقولوا ديما غنتجمعوا غير في الدار ديال الوالده فاس نتجمعوا، ولكن ديك الدار ديال الوالده راه ما كنتجمعوش فيها الى يومنا هذا، ما كنقدروش نتجمعوا كامل. كنت بغيت ندير شي محاولات ديال مثلا الاخت ديالي الكبيره حتى هي مطلقه من نقول لك 96، حيت عرفت بان عندها مسكينه السحر كان عندها في العرس ديالها ديال التفريق مع الزوج ديالها، كاين داك الشيء جاني قاصح ما قدرتش عليه، كنقول لها يلا نديك عند محمد واكيل، قالت لي خويا انا راه خصني الفلوس بزاف هذه، قلت لها بصح الشيء خصو الفلوس لان هي ديجا كنت ديتها للدار البيضاء قبل ما نتعرف عليك صافي، وما تيسرناش الامر لان ما شي خصو الفلوس كثيره ما قدرناش عليه. هذا الاخ ديالي حتى هو مسكين عنده تعطي الانجاب مع الزوجه ديالو، اما الاخرين كاين فيهم اللي صافي شي مزوج وشي ما مزوجش. دابا انا من بعد صافي هادشي ما منين هضرت مع هذه اسماء كنقول لها جيت تسمعي معايا محمد وكيل، كتقول لي انا ما كيعجبنيش محمد وكيل، كنقول لها غير وحدك انت في المغرب اللي ما غيعجبكش محمد وكيل، فمرة تسمع لك بزاز مرة ماشي ما كتحملكش انت كشخص، هي كتقول لي الرقية ديالو يعني بحال اللي كتأثر فيها خصوصا في ديك الايه اليوم تكلمون ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. هذه ما غير قبيله راه جاتها لا دياغي فيها. المهم انا قلت نتوكلوا على الله وغادي نطلعوا لوجده عند السي محمد واكيل. دابا انا بغيت غير نشوف هذا الوليد ديالي واش فري عنده يعني مرض روحي ولا عنده مرض عضوي، وهذا هو اللي كاين اخويا السي محمد. هذا راه غير يعني كما كنقولوا باختصار، وسمح لي على الاطاله الله يجزيك لا ما طولت ما انت حاجه. هذه حتى في الزواج ديالها كان عندها حسد، لان كانوا ديجا كيعيطوا ليا صحاباتها تيقولوا لي راه ما صالحاكش، كانوا كيديروا نفس عاوتاني داك الشيء كيعيطوا لاسماء كيقولوا لها داك راه ما صالحش. كيفاش؟ البنات صحاباتها اللي كانوا كيقراو معاها حيت هذا في مراكش كانوا كيعيطوا من الساعه اللي سمعونا سمعوا اسماء راه جات من مراكش وخطباتها كانوا عيطوا لي كيقولوا لك اسماء ما صالحالكش فهمتيني. عاوتاني منين هذا كانوا كيديروا نفس الفيلم مع اسماء كيقولوا هذاك راه حتى هو ما صالح لكش، مع العلم على انني ما تنعرف انا حتى شي واحد منه. المهم الحمد لله اصلا حنا تزوجنا رغم ذلك و
قبيله نسيت هذيك الايه اللي كان كيقرا ديال اش اسمع فين قلتي لي حسيت بك اه كنت تعق هذيك السيده الاولانيه اللي دخلت عندك كنت كتقرا عليها ف على الدعاء الراء ديال لا ديال اسقاط الاجنه واه زيد هذيك هي كانت فيها الكرش ديالها كتهز بزاف جيت هاد البلاصه اصلا مؤخرا كنت تما كنمشي عند فيكو ديالك كيس تما كنوبش زعما نزيدو نديرو شي حاجه ما بقاتش حاجه ما كيبغي تما كاين حتى شي حاجه ولا بقينا بحال بقينا شويه ديال التعب انجب واخا صبر بعد دقيقه بالنسبه للابن ديالك قالوا لك الاخوه شي حاجه على ود الحاله ديالو لا حيت كان مره واحده دزنا عند اخ رمضان قرا عليه ما عرفتش داكشي ديال ام الصبيان ديك الشيطانه عجوز ولا ما بحال هكا والاخ محمد اللي فوق كان الحصه ديال نهار الثلاثاء قرا عليه شويه في هذا في الرضاعه اما الاربع عادي كان طبعا زائد الحصه فيهم العين والحسد صافي والخميس ما دزت غير انا ما دزتش اسمع واليوم دزنا اندوز عندك ان شاء الله لا يا ربي اسمح لي والحد حتى البارح دزنا عند الاخ سمح لي صافي سير بس انا تكلمت معاه تاثرت عنده في العين والحسد القديمه صافي جلس مزيان صافي اسمع من بعد اذنك نحيد شويه وحيد والله خذ راحتك خذ راحتك اسمع هذيك باش تركزي مع السماع بلي غير تلقي البارح اسمح لي هذاك الاعراض اللي بانت عندي انا مع عند الاخوان لهيه كان عندي واحد النبض قوي في تشوف فيه هنا والتقبيل ملي كنت كتقرا كان عندي الاهتزاز بشكل كبير هنا وعندي ذاك النبض عاوتاني هنا وهنا خلاص بلا ما نهضروا على هذيك ديما كان غير ديك كتوقف لي هنا في الرقية ما كتخليش نهاد بشكل عادي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو
شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وأخرج حر كل عين وحسد وأزل أداء وضرر وضر كل عين وحسد اللهم اطفئ حر كل عين وحسد وأخرج حر كل عين وحسد وأزل أداء وضرر وضر كل عين وحسد اللهم اطفئ حر وأبرد حرها وأخرج حرها وأزل أداها وضررها وشرها اللهم أبطل عينا أصابت عقلا فبلدت اللهم أبطل عينا أصابت علما فضيعت اللهم أبطل عينا أصابت جمالا فغيرت اللهم أبطل عينا أصابت وجها فبدلت اللهم أبطل حر كل عين وحسدت اللهم أبطل حر كل عين وحسدت اللهم أبطل حر كل عين وحسدت اللهم أبطل أثر كل عين قديمة 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 اللهم أبطل أثر كل عين أصابت اللهم أبطل أثر كل عين أصابت اللهم أبطل أثر كل عين أصابت
اللهم أبعد أثر كل عين أصابت، اللهم أبطل أثر كل عين قديمة أصابت، اللهم أطفئ حرنا، اللهم أبرد حرنا، اللهم أخرج حرنا وأزل أداها وضررها وشرها، اللهم أطفئ حرنا وأبرد حرنا وأخرج حرنا وأزل أداها وضررها وشرها، اللهم أبرد حرنا وأطفئ حرنا وأخرج حرنا وأزل أداها وضررها وشرها، اللهم أخرج حر كل عين نظرت وما ذكرت، اللهم أخرج حر كل عين نظرت وما بركت، اللهم أخرج حر كل عين نظرت وما قالت ما شاء الله، اللهم أخرج حر كل عين نظرت وما قالت تبارك الله، اللهم أخرج حر كل عين نظرت وما بركت نظرت وما ذكرت نظرت وما قالت ما شاء الله، نظرت وما قالت تبارك الله، نظرت وما بركت نظرت وما ذكرت نظرت وما قالت ما شاء الله، نظرت وما قالت تبارك الله، نظرت وما بركت، اللهم اطفئ حرها وأبرد حرها وأخرج حرها وأزل أداها وضررها وشرها، اللهم أبطل عينا أصابت جمالا فغيرت، اللهم أبطل عينا أصابت جمالا فغيرت، اللهم أبطل عينا أصابت جمالا فبدلت، اللهم أبطل عينا أصابت جمالا فسودت، اللهم أبطل عينا أصابت جسما فأنحلت، اللهم أبطل عينا أصابت جسما فأضعفت، اللهم أبطل عينا أصابت شعرا فأسقطت، اللهم أبطل عينا أصابت شعرا فأسقطت، اللهم أطفئ حرها وأزل أداها وضررها وشرها، اللهم أطفئ حرها وأبرد حرها وأزل أداها وضررها وشرها، اللهم أخرج حرها وأطفئ حرها وأبرد حرها وأزل أداها وضررها وشرها، اللهم أطفئ حرها وأبرد حرها وأزل أداها وضررها وشرها، اللهم أطفئ حرها وأزل أداها وضررها وشرها، اللهم اطفئ حرها وأخرج حرها وأزل أداها وضررها وشرها، بسم الله تبطل كل عين 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 نظرت وما ذكرت عين نظرت وما بركت عين
نظرت وما قالت ما شاء الله، نظرت وما قالت تبارك الله. اللهم اطفئ حرها وابرد حرها واخرج حرها وازل اذاها وضررها وشرها، لا تدركهم الابصار، لا تدركهم الابصار وهو يدرك الابصار، لا تدركهم الابصار وهو يدرك الابصار، وهو اللطيف الخبير. قد زاغت عنهم الابصار، ارجع البصر هل ترى منها فطور، ثم ارجع البصر كرتين يا قلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللهم اطفئ حر أعين العائلين كل عين قديمة، اللهم أبرد حر أعين العائلين كل عين قديمة، اللهم أخرج حر أعين العائلين كل عين قديمة، اللهم أبرد حر أعين العائلين كل عين قديمة، اللهم أخرج حر أعين العائلين كل عين قديمة، اللهم أبرد حر أعين العائلين كل عين قديمة، اللهم أخرج حر أعين العائلين كل عين قديمة، اللهم أزل أذى وضرر وضر كل عين، اللهم اطفئ حر كل عين قديمة وابرد حر كل عين قديمة، اللهم ابرد حر كل عين قديمة واخرج حر كل عين قديمة، وازل اذى وضرر وضر كل عين قديمة، اللهم ابرد حرها واطفئ حرها واخرج حرها وازل اذاها وضررها وشرها، اللهم اطفئ حرها وابرد حرها واخرج حرها وازل اذاها وضررها وشرها، بسم الله وما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير، بسم الله تكفينا، بسم الله تشفينا، بسم الله تحمينا، بسم الله تحفظنا، بسم الله ترعانا، بسم الله بعظمتها بقدرها بقوتها يرفع كل ضر وضرر وداء، كل سقم وبلاء وداء، كل وجع وألم وداء، اشف اللهم يا ربي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا الما، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما، ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما، اللهم اطفئ حرها وابرد حرها واخرج حرها وازل اذاها وضررها وشرها، اللهم
بلاها وضررها وشرها، اللهم اطفئ حرها وابرد حرها واخرج حرها وازل اذاها وضررها وشرها، اللهم اطفئ حرها وابرد حرها واخرج حرها وازل اذاها وضررها وشرها، لا اله الا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا نعم المولى ونعم النصير. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما، اللهم رب السماوات السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الإنس وما زلت وما غوت، اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا مجيب دعوة المضطرين يا ناصر المظلومين يا إله الأولين والآخرين، يا من تسمع وترى يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء ولا في الورى، اللهم رب الناس أذهب الباس، أشف اللهم يا ربي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما، لا إله إلا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا نعم المولى ونعم النصير. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما، عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم والمجوس ومن جاورهم والمنافقين ومن وافقهم والساحرة ومن سلك نهجهم اختفى أثرهم وتبع خطاهم، اللهم لا تقم لهم قائمة ولا تعلي لهم راية ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم العظيم وجاهك القديم وسلطانك المتين يا رب السماوات والأرضين يا إله الأولين والآخرين يا ناصر المظلومين والمستضعفين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وعاف مبتلانا يا رب العالمين، اللهم انزل رحمتك وشفاءك ودواءك وسكينتك على كل مرض يتألم، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك، اللهم انزل عليهم نورا ورحمة وشفاء وبركة يا رب العالمين، اللهم انزل عليهم شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك يا رب العالمين، اللهم عاف مبتلانا وشاف مرضانا، اللهم عليك بالظالمين رب لا تقم لهم قائمة ولا تعلي لهم راية ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية، اجعل اللهم بالقرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وأحزاننا، اجعله سائقنا إلى جنتك وصرفنا عن عقابك وعذابك ونارك، اللهم اغفر لنا بحق ما قرأنا به الذنوب واستر عنا به العيوب واهدنا به القلوب، لا إله إلا الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يعيش فيكم.